سجلت مملكه البحرين ارتفاعا طفيفا في اعداد الحالات القائمه لفيروس كورونا حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 980 حاله قائمه جديده ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 7703 حالات منها 27 حاله تتلقى العلاج في المستشفى وست حالات في وحده العنايه القصوى هذا لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافية ألف حالة إضافية